مساء الخير. هنبدأ سيشن هي راوند تيبل ديسكشن اباوت ذا فيبرال هيميميليا. طبعا احنا محظوظين معانا دكتور خالد عمارة، يعني دكتور امين عبد الرازق غني عن التعريف طبعا، يعني دكتور محمد القرش ودكتور احمد حمودة ودكتور احمد خليفة. هنبدأ الاول بالكلينيكال بيكتشر اند كلاسيفيكيشن. الدكتور احمد خليفة زميلنا العزيز، لا ماليش دعوة. السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ برحب بكل زمايلي واساتذتي ونورتونا ودايما منوريننا دايما باذن الله. انا هتكلم النهارده عن كلاسيفيكيشن كلينيكال اسسمنت في فيبولار هيميميليا. هي رير كونجينيتال ديس اوردر، تقريبا واحد لكل 50,000، ويمكن في اليو اس اي تقريبا من 7 ل 20 حاله كل مليون طفل. والفيبيولا بارشري بتبقى بارشري وكمبليتلي ابسنت، موست كومن كونجنتال لونج بون ديفيشنسي اند اسوشيتد ويز لور اند ابر اكستريميتي انوماليز. الانوماليز ممكن تبقى تيبيال شورتنينج اكوينو فالجاس فوت، ميسنج اول اور بارت في الفيبيولا، ميسنج وان اور مور لاترال ريز، تيلو كالكينيال كواليشن انتروميديال بوينج اوف تيبيا، كروشيت ليجامنت انسفيشنسي جينو فالجام، سندكلي بولاند سوكت انكل جوينت اند اكوينو فارس فوت. اول حد اتكلم عن الفيبولار هيميميليا كان فرانس سنه 49، بس نشرها سنه 63. هو قسمها لتو تايبس، فيبولار ديفيشنسي ويز نورمال فوت وفيبولار ديفيشنسي ويز اب نورمال فوت. تاني كلاسيفيكيشن ليها كان سنه 52 جوهانسون، هو قسمها لثري تايبس، يونيلاترال بارشال ابسنت فيبولا ويونيلاترال بارشال كومبليت ابسنت فيبولا وبايلاترال فوت، بايلاترال اور فوت انفولفمنت، ده تايب 3. انما اكتر كلاسيفيكيشن بوبولار وموست كومون يوزد هو كلاماتشي، كان سنه 1979 وهو قسمها ل 3 تايبس. ولو احنا بصينا هنا على النورمال تشايلد، هنلاقي الابيفسس بتاع الفيبولا بيبقى عند الفايزيال بليد بتاع التيبيا، والديستال ابيفسس اوف الفيبولا بيبقى تحت او بلو التيلر دوم. انما في كلاماتشي قسمها في تو تايبس، تايب 1 اي بيبقى البروكسيمال فيبولار ابيفسس تحت الفايزيال بليد بتاع التيبيا، والديستال ابيفيسس بتاع الفيبولا بيبقى ات التيلر دوم. طيب 1 بي بيحصل شورتنج اباوت 30 ل 50% وبيبقى مفيش ارتكيليشن ما بين الفيبولا والدوم. طيب 2 بيبقى كومبليت ابسنت او في ريمننت بسيطه من الفيبولا. وبيرش سنه 98 وعمل موديفيكيشن سنه 2011 عملها التو تايبس، بيبقى في تايب 1 في فانكشنال فوت، وهو قسم الفانكشن على وجود الاتليست 3 ريز، وقسم تايب 1 ل A و B و C و D according to length discrepancy. انما تايب 2 بتبقى non functional فوت، بيبقى فيها 2 or less ريز، وقسمها لتايب 2A على حسب الفانكشن بتاعت الابر اكستريميتي، لو هي موجوده بتبقى 2A، لو هي مش موجوده بتبقى 2B. في كلاسيفيكيشن بتاع ستانيسكي سنه 2003، وده مورفوجينيك كلاسيفيكيشن، بيشوف فيه الفيبولا اذا كانت نورمال بارشال ابسنت او كومبليت ابسنت، والتيبيو تيلر جوينت اذا كان هو هورايزونتال ولا فالجاس ولا بولاند سوكت جوينت، اذا كان في تارسال كواليشن اور نوت، والنمبر اوف ريز في الفوت. واخر كلاسيفيكيشن اللي بيلي عامله سنه 2003 وهو مقسمه لفور تايبس، تايب 1 ستيبل نورمال انكل،
تايب 2 دايناميك فولجاس انكل، وتايب 3 فيكسد اجواني فولجاس، ومقسمه ليه 4 تايبس. لو الفولجاس ده سببه الانكل بيبقى 3A، او لو الفولجاس ده سببه السب تيلر يبقى 3B، ولو هو كومباين 3C، ولو التيلر دوم هي السبب او ابسنت اوف التيلس بيبقى 3D. وتايب 4 ده فيكسد اكوينو فارس انكل اللي هو بيبقى كومبايند مع الكلاب فيت. واخيرا كلينيكال اسسمنت، لازم اول حاجه نشوف ليج لينث ديسكريبنسي مع التشايلد هايت، نشوف اذا كان في انجلر ديفورميتي في الني ليج اند انكل، لازم نشوف الهيب والني والانكل ستابيليتي، الفانكشنال اوف اور لور ليمب and other orthopedic anomalies زي ال proximal focal deficiency وال tarsal coalition upper limb syndactyly and ulnar hemimelia. Thank you. شكرا دكتور احمد. المحاضره السريعه دي دلوقتي استاذنا الدكتور خالد عماره بالنسبه للسيجن ميك وفي هيميليا. أنهي بيقول يا شباب؟ فين ال في حد معانا؟ لا كده السلام عليكم. أنا اسمي خالد عمارة، أنا أستاذ جراحة عظام في طب عين شمس، وزي ما اخواتي وزملائي النهارده طلبوا مني ان احنا هنبقى راوند تيبل ديسكشن على الفيبرال هيميليا، فانا هكلمكم بطريقه عمليه. هي اللي انا هعرضه لكم ده جزء من فيديو بيبر ده عرضناه في الامريكان اكاديمي ده في سنه 2019، تمام؟ فانا هاخد منه حته اللي هي بتتكلم على الفيبرال هيميليا ونبتدي نبني عليها، لان كان التاسك المطلوبه مني هو ان احنا نبقى بنتكلم في موضوع عملي، مش موضوع ان احنا بنتكلم عن حاجه نظريه، اللي هو ازاي نفكر في حالات الفيبرال هيميليا، ازاي ناخد قرارات فيها، تمام؟ وبالتالي انا هعرض لكم حاله، الحاله اللي في الاول ديت هعرض حاله طفل، ولو البانل لقى ان انا معايا وقت ممكن اعرض لكم حالات ادلتس، بحيث اقول لكم احنا ازاي بنفكر في حالات الفيبرال هيميليا. اولا انا عايز افكركم بحاجه، ان فيبرال هيميليا ديت ده ترم خلاص، ده ترم ابتدى يبقى من التاريخ، ابتدى يتلغي. يعني ايه ابتدى يتلغي؟ الفيبرال هيميليا ديت هي دلوقتي اسمه لونجيتيودينال ليم، اسمها longitudinal limb deficiency. طب ليه بقى اسمها longitudinal limb deficiency؟ لان زي ما زميلنا دكتور احمد كان بيورينا دلوقتي، انت عندك، انا بعمل ستوب فبيرجع من الاول. طيب انا اعمل بوز احسن. اوكي تمام. طيب معلش يا اخواني، يعني ايه الناس اللي زيي بيتلخبطوا في الهاي تك التكنولوجيا. فبالتالي مفيش فيبرال هيميليا بيرسي، يعني حكايه حاله عندها فيبرال هيميليا دي مش موجوده. يعني فيبرال هيميليا هتلاقي معاها كونجنتال شورت فيمر، وهتلاقي معاها سام سورت اوف تيبيال هيميليا، وفايس فيرسا التيبيال هيميليا العكس. لسه كنت بقول لاخويا مصطفى، انا فاكر من ايه، من 2001 2002 عملت هنا، كان اول حاله تيبيال هيميليا نعمل لها ليمب ريكونستراكشن هنا في المعهد هنا اهوت، والولد ده اسمه فارس لحد دلوقتي بيتابع معايا ما شاء الله، طبيعي وبيجري وبيلعب، شغال دلوقتي في قريه سياحيه في الغردقه، يعني خلاص عايش حياته عادي، تمام؟ المهم افكر صح وما ابقاش ديستراكتد بالمورفولوجي. ليه؟ لان مشكله الكلاسيفيكيشنز بتاعت التيبيال هيميليا والفيبرال هيميليا انها بتبقى ديستراكتد بالمورفولوجي. انت اصلا الكلاسيفيكيشن ده فايدته ايه في حياتك؟ احنا بنستعمل ليه كلاسيفيكيشنز اصلا؟ ليه؟
عشان الديسيجن ميكنج وعشان الكوميونيكيشن ما بيننا وبين بعضينا. اقول لك انا عندي سولتر هيرس تايب 2 فتفهم انا بتكلم عن ايه، صح؟ واقول للعيان البروجنوزس بتاع الجروث اريست هيبقى كذا. فبالتالي اذا هي مش هتساعدني في الديسيجن ميكنج ولا في الكوميونيكيشن يبقى زي قلتها. انما فيبلو هي موجوده شويه وموجوده حته وموجوده نص نص، ده ما وعشان كده يمكن انا طبعا بايز لان انا اشتغلت فتره طويله مع جون بيرش في سكوتش رايت. فانما انا شايف ان الكلاسيفيكيشن بتاع جون بيرش هو الموست لوجيك. ليه؟ لانه عامله عشان يقول لك العين ده يستاهل تطوله ولا تعمله امبيوتيشن وتجيب من الاخر. هو ده خلاصه الكلاسيفيكيشن بتاع جون بيرش. يعني انتوا لو بصيتوا لما كنتوا بتبصوا على ايه، الراجل حاطط ري واحده موجوده ولا ابسنت، طب ايه يعني؟ لا هو ده عشان في الاخر يقول لك لو تايب 2 ده اعمل له امبيوتيشن من الاول، تايب 1 لا ده يستاهل الريكونستراكشن. طيب هوريكم دي حاله من الحالات، ده فيبرال هيميليا زي ما انتم شايفين. ايه اللي عنده؟ اللي عنده انه في ابسنت تيبيا و اللاترال تو ريز مش موجودين وبالجس ديفورمتي في الفوت والامبلنت ديسكريبنسي، صح؟ ده كده اللي احنا شايفينه. هو جاي لي هنا اهو باول مرحله له، اول مرحله له. يعني ايه كلمه اول مرحله له؟ احنا عندنا الاطفال دول دايما اول ما بيجوا لازم بنعمل كونسلتيشن، نقعد نتكلم مع الاهل. طب ايه اللي بنتكلمه مع الاهل؟ احنا ببساطه طبعا اب وام مرعوبين، ابنهم لسه مولود فجاه لقوا رجل شكلها غريب وحماته عماله تنصنص في شفايفها والبيت بتلطم، القصه المعتاده اياها. فانت بتحكي له نمره واحد حالات زي دي، لا الولد ده متوقع انه يمشي نير نورمال، مش نورمال، عالي جدا. هيحتاج عكاز يا دكتور في المستقبل؟ لا مش هيحتاج عكاز. طيب بس ايه بقى المشكله؟ ايه الثمن اللي هيدفع قصاد ده؟ الثمن اللي هيدفع قصاد ده ان الولد هيعوز من ثلاث لاربع عمليات في حياته. من ثلاث لاربع عمليات، ممكن اكتر، اه ممكن اكتر، اقل اشك، ده مستبعد. طب لا حضرتك احنا مالناش في السكه دي، خلاص يبقى اعمل امبيوتيشن من بدري وفيت بروثيسز وخلاص وتنسى الموضوع ده اهو. والبروثيسز مش كارثه، يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كل ما الدنيا بتتطور في موضوع الارتفيشال ليمبس وما بقتش مشكله. طيب ايه هي العمليات؟ العمليه الاولانيه اللي هي المفروض تتعمل قبل سن سنتين، ايه هي؟ اللي هي عمليه ان انا اصلح الديفورمتي وبارشلي اصلح القص بارشلي. يبقى الهدف الاولاني ان انا ادي الولد بلانتي جريت فوت، يعني الرجل اللي مقلوبه لبره ديت تبقى تحت ويبقى بيدوس عليها. ده الهدف بتاع العمليه الاولانيه. طب الهدف بتاع العمليه الثانيه لمب لينث ايكواليزيشن، تطويل. دي عند سن قد ايه حضرتك؟ غالبا عند سن 5 سنين. طب اشمعنى 5 سنين؟ عشان ده السن اللي قبل ما هيدخل فيه المدرسه، فعشان يدخل المدرسه ونبقى ايه؟ طولنا شويه. طب امتى العمليه الثالثه؟ حضرتك العمليه الثالثه غالبا عند سن 8 ل 10 سنين. طب ايه العمليه بتاعت من 8 ل 10 سنين؟ هنعمل تطويل تاني لان عندنا سباق شغال ما بين الرجلين، في رجل بتنمو بسرعه ورجل بتنمو ببطء، فانت بتحصلها وبعدين بترجع تسبقها تاني. بس معاها حضرتك انا انصحك بعمليه معاها، ايه هي؟ جايدد جراث للناحيه الثانيه. ايه ده يعني حضرتك هتقصر لنا الرجل الطويله الحلوه؟ اه. طب ليه كده؟ عشان ده هيوفر على ابنك او بنتك، بدل ما هنبقى بنعالجه في 3 4 عمليات ممكن يبقوا 5 6 عمليات، تمام؟ فدي طب اخر عمليه حضرتك عند سن ايه؟ اراوند البلوغ. ايه بقى؟ اللي هو الفاينلايزيشن، اللي هو بقى اللي باقي اللي فاضل نظبطه. ده السكيم العام اللي بحكيه للعيان في اول مره، لان هو دايما العيان محتاج منك يعرف الدنيا. شغل اللي هو اطمن وان شاء الله خير وعارف الكلام وبنحب وربنا بيحبنا والحاجات الحلوه دي، ده ما يجيبش مع الناس. يعني ما انت ده واحد مرعوب بابنه. طيب هوريكم اول سيشن، لان اول سيشن من السيرجري اعتقد ان هي بتبقى اهم سيشن اللي هي محتاجه ان احنا نبقى بنتكلم فيها. اللي انا بعمله دايما اللي هو كومبايند يوز اوف انترنال واكسترنال فيكسيشن. هوريكم في الاطفال لو عندي وقت، ممكن هوريكم بقى في الادلتس اللي هي اخر سيشن بنعملها ازاي. طيب صديقي ده الطفل ده هو دخل اوضه العمليات، احنا الحالات دي بنعملها من غير تورنيكي، تمام؟ الانسيجن زي ما انتم شايفين انسيجن طويل بكشف بيه اغلب الفيبلا. طب هدفي ايه؟ هدفي ان احافظ على الديستال
تيبيال ابيبسس تبقى سليمه والبريوسيوم بتاعها يبقى سليم. طب انا هدفي من العمليه دي زي ما قلنا ايه؟ ان اعملها بلانتي جريد فوت، يعني ان اجيب الرجل دي احطها تحت التيبيا. فاحنا فتحنا اهوت، بعد كده هعمل اكيوت شورتنينج للتيبيا. اكيوت شورتنينج للتيبيا، الله انت هتقصر التيبيا. ايوه هقصر التيبيا، لان هدفي هنا ان احولها من ديفورمد شورت ليمب لشورت ليمب بس، لان التطويل ده اسهل حاجه عندنا، لكن الديفورمتي هي اللي بتبقى مشكله. فبالتالي انا طبعا الاوسيوتومي في الحالات دي دايما بعملها بمالتيبل دريلز، زي ما انتم شايفين خرمنا ادي الديستال كات، شوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. دلوقتي بان لما انا هعدل الفوت بلانتي جريد الفيسلز والنيرفز هتبقى مستحمله قد ايه، وبقيت عارف ان انا الاكيوت شورتنينج اللي اقدر اصلح معاه الفوت ديفورمتي هو المسافه دي، ومشلت الحته دي من التيبيا. يبقى انا كده عملت اكيوت شورتنينج للايه؟ للتيبيا. طيب بعد كده بستعمل هنا كي واير صغير، الكي واير ده هيبقى مدلل ينيل، ده هكمل بيه لغايه ما الواد يوصل سكيتال ماتيوريتي. ازاي؟ هقول لكم انا ازاي دلوقتي هوقفه. ببساطه انا دخلت من الواير ده ميدلري ريتروجريد، عديت الديستال تيبيال ابيبسز وعدلت الفوت ومسكته بيها، وهروح راجع بيه بروكسيمالي. خلاص يبقى ده بقى انترا ميدلري نيل، بقى قضيب قطر انا بطول عليه. طب ده ميزته ايه؟ ميزته الاساسيه انه بيحافظ على الفوت ما تقلش عقلها في يوم من الايام تحود يمين ولا شمال. الميزه الثانيه ان بدل ما اركب 10 شنزات و10 ويرات هركب شنزين ويرين، لان انا اوريدي في ميدلري نيل محطوط جوه. طيب الواير ده على قد الطفل الصغير 3 مللي. في العمليه الجايه هريبليست بنانسي او راش بين، والعمليه اللي بعديها بنانسي وراش بين، وممكن في العمليه الاخرانيه ريبليست بانترلوكينج نيل. الانترلوكينج نيل لو الرجل رفيعه قوي انا بستعمل انترلوكينج هيومرس، يعني مش يعني الموضوع مش صعب، مش زي ما انتم متخيلين ان ده المظله لازم تبقى واسعه، لا يعني هتلاقي نيلز، انما لازم يفضل في نيل جوه الرجل ديت عشان تضمن ان الفوت دي ما تقلش عقلها وتحود يمين او تحود شمال. بس في الاول لازم استعمل نيل فريندلي ليا عشان ما يبوظليش الابيفيسز. انتوا عارفين انت ممكن تعدي الابيفيسز بسموث واير بشرط انه ما داز نوت occupy more than 10% of the total diameter of the epiphysis. فانت الكي واير طالما اقل من 10% من الدايمتر بتاع الابيفيسس خلاص انت في الامان. عشان كده احنا بنستعمل الوايرات في الاطفال في السوبرا كوندلر والحاجات دي مفيش مشكله. المهم ان ابقى ضامن ان عندي حاجه ماسكه لي الدنيا من جوه. طيب حطينا الواير اهوت، بسحبه بقى عشان هرجع بيه ريترو جريد وادخل فيه في البروكسيمال ادخل بيه بروكسيمال تيبيا. طبعا في الدسكشن في الامريكان اكاديمي على الفيديو ده لقيت بقى ايه اللي يقعد يتنطط، انتوا حالاتكم صعبه بس انتوا لسه بتستعملوا ما اعرفش ايه. قلت له معلش احنا شحاتين حضرتك، واحنا هو دي اكل، هي دي طريقه حياتنا يعني. فده احنا زي ما احنا شايفين ده النيل ده انا هقلبه اعمله زي الراش بين، يعني هقصه واتنيه واروح دقه، فيبقى كانه راش بين عشان ابقى اعرف اشيله المره الجايه وريبليس ات بنانسي. اهو تنيته وبدقه في الكالكينيس بحيث خلاص يبقى كده مدفون جوه، وهبقى ايه زي ما قلنا في كل عمليه ابقى عارف ان ده بيتشال ويتحط مكانه نيل تاني. طيب هتشوفوا بقى بعد ما خلصنا هنبص بقى على شكل الرجل. خلاص بقت بدل التشوه البشع اللي احنا كنا شايفينه في الاول بقت خلاص دي كده اللي هي لما حطينا النيل ورجعنا بيه ورا. تمام ده شكل الرجل، خلاص بقت شكلها دلوقتي بقى عندنا رجل بقى بلانتي جريت فوت، قصيره بس بلانتي جريت فوت. وبالتالي انا كده اللي فاضل لي بقى الايه؟ القصر. طيب القصر هنعمل له ايه؟ هركب له الظروف عادي جدا جدا. طيب احنا فاكرين
ان احنا في الاليزاروف بتاعنا في الباثولوجي بتاع اللونجيتيودنال لمب ديفيشنسي اللي هو سواء بقى فيبرال هيميليا او تيبيال هيميليا او كونجنتال شورت فيمر، النيه بتبقى انستيبل. يبقى مفيش حاجه اسمها واحد يطول لي تيبيا في العيانين دول او فيبلا او اي حاجه من غير ما يمسك الركبه. خلاص احنا ماسكين الفوت بس ماسكينها بنيل، فانا مش محتاج امسك الانكل لكن محتاج امسك النيه. فعشان كده انا هنا ركبت حلقتين مش اكتر من كده عشان اطول بيهم الحلقتين دول، حلقه ماسكه البروكسيمال تيبيا وحلقه ماسكه الديستال تيبيا. وزي ما انتم شايفين مش محتاج احط ويرات كتير، بس هروح طالع من البروكسيمال الحلقه البروكسيمال هطلع منها بكيوب وامسك بشنزين في الفيمر. تمام؟ ليه انا حطيت الشنزين بتوع الفيمر دول؟ عشان احمي النيه. طب لو حضرتك اهملت موضوع ان انت تحمي النيه، ايه اللي هيحصل؟ النيه دي هتخلع. وابشع مشكله ممكن حد يشوفها في حالات الكونجنتال ليمب ديفيشنسي هي ان مفصل يخلع منك، سواء بقى المفصل ده فخ، ركبه، كاحل. يعني زمايلي اللي اتقرصوا من الموضوع ده عارفين ان دي ماساه. يعني نقف على راسنا، يعني انا حالات مثلا اللي بتبقى خلع هيب واعمل لها بقى جانز او تريبل انومينيت واطلع بقصص يعني مقرفه جدا جدا، وعمرك يعني تقول يا ريتني ما كنت طمعت في ال 2 سم اللي فاضلين دول، كنت عليت له الجزمه وسبت الواد في حاله. فان الركبه تخلع منك دي كارثه كارثه. وعشان كده الاشعاعات بتاع العيال دي اول حاجه ببص فيها في الفولو اب مش الرجل بتطول ولا لا، انا عارف ان الرجل بتطول وهتعمل كالس، ده سكليتالي ايماتيور، ده بيعملوا ريجنريت زي الفل. وخاصه زي ما انتم شفتوا في الفيديو انا محافظ على البريوستيوم ورجعت له حقه اللي هي حته التيبيا اللي انا قصتها حطيتها تاني جوه يعني استخسار. انما اللي ابقى حامل همه دايما هي النية انها ما تخلعش. في السيشن ديت انا عملت التطويل ده مع انه مش ده الهدف بتاع السيشن الاولانيه. عاده زي ما قلنا السيشن الاولانيه اساسا هي موضوع ان يبقى عنده بلانتي جريد فوت، انما الثانيه والثالثه والرابعه هي بتاعه الليمب لينث ايكوالايزيشن. انما نخلي بالنا ان الني انستيبل، عنده هايبوبليزيا في اللاترال فيمورال كوندايل، عنده ابسنت اي سي ال وبي سي ال، العينين دول ركبهم بتبقى عايزه تخلع بسرعه وباسرع مما تتخيل. يعني ممكن يبقى العين كان عندك امبارح الدنيا زي الفل، تاني يوم تلاقي فيه مشكله. فعشان كده موضوع حمايه الركبه ده في غايه الاهميه. طبعا ده بقيه الفيديو بتاع يعني حالات ثانيه. تحبوا اعرض حاجه ثانيه ولا كده خلصت؟ خلصت؟ وقتي ايه؟ فيعني في الحلقه القادمه ان شاء الله ممكن بقى اوريكم بقى لما بنوصل بالعيال دي لغايه ما يكبروا خالص بنعمل معاهم ايه. بس كده اتليست اتمنى ان اكون وصلت لكم الكونسبت بتاع ازاي بنفكر في حالات اللونجيتيودنال ليمب ديفيشنسي وبالذات الفيبر هيميليا. شكرا جزيلا. هو صحيح بس في سؤال بالنسبه للني انستابيليتي. العمليه الاولانيه دي عند سنتين. إيه ممكن بدري شويه. هو ليه عند سنتين؟ لان احنا عندنا حسب كلام الكتب ان النورمال جيت او نورمال ووكينج ايج من سن سنه لسنه وتسع شهور. فانا عايز مخه ياخد عند الوقت ده ان رجله عدله، بيقف على رجل مش بيقف على الديستال تيبيا. فهو عشان كده ده التايمنج. انما ممكن اعملها متاخر، ممكن اعملها بدري، يعني لا هنا لا يا بيه، لا 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 الهيب بتاعته كويسه. يعني دايما زي ما حضرتك بتقول لازم العينين دول نشيك عليهم من فوق لتحت، ففوق لازم الترا ساوند هيب عشان اتاكد ان فعلا زي ما حضرتك بتقول مفيش حاجه. طب ده مبدئيا دلوقتي في الانكل ريكونستراكشن فيبرال هيميليا. دكتور امين عبد الرازق كلمنا على الانكل ريكونستراكشن. السلام عليكم. هنكمل موضوع الفيبولار هيميميليا. يمكن انا هتكلم على حاجه مهمه جدا. كان الدكتور خالد طبعا اتكلم على ان ازاي
اهم حاجه واهم خطوه بدري قوي ان تخلي الفود بلانت جريت. انا هتكلم على طريقه تانية احنا بنعملها فور انكل ريكونستراكشن عشان نخلي الفود بلانت جريت مختلفه شويه على الطريقه اللي عرضها دكتور خالد. طبعا هنعدي الكلام ده يعني ده، لكن الكلاسيفيكيشن اللي احنا بنعتمدنا عليها في الطريقه بتاعتنا هي، هو مفيش ريفرس ولا طيب الكلامشي كلاسيفيكيشن هو اللي احنا استخدمناه. الكلامشي كلاسيفيكيشن اهم واحد طبعا هو التايب 2. التايب 2 اللي هو بيبقى فيه كومبليت ابسنس فيبولا، وهو اللي بيبقى معاه كل الديفورميتي، هو اللي بيبقى معاه تيبيال ديفورميتي، هو اللي بيبقى معاه فيكسد اكواينو فالجاس ديفورميتي ومعاه ابسنت تريز. ولكن الخطوه المهمه ان، ودي اللي احنا اعتمدنا عليها، ان اللاترال مالينس في الغالب في معظم الحالات بنلاقي فيه ريمينانت اوف ذا لاترال مالينس كارتيلاجين، يعني حتى الفيبولا كومبليتلي ابسنت بس بتلاقي اللاترال مالينس كارتيلاجين. ففكرنا الحته اللي هي الكارتيلاجينس دي ازاي احنا ممكن نستخدمها في ريكونستراكشن اوف ذا انكل، هل ممكن تفيدنا بحاجه ولا لا؟ هنشوف دلوقتي. كلينيكال بيكتشر مش يعني نفس الكلام اللي اتقال مش هنعيده، ولكن عندنا مهمه من الاسوشيتد بروبلمز اخر واحده تارسال كواليشن، ان الحالات دي كتير منها بيبقى معاها تارسال كواليشن. يعني ايه كتير معاهم تارسال كواليشن؟ يعني معاها تيلو كالكينيال كواليشن. طب تيلو كالكينيال كواليشن في ايه؟ في فالجاس واكواينوس. يبقى انا لازم عشان اصلح الاكواينوس والفوت تبقى بلانت جريد لازم افك الكواليشن. لو ما فكتش الكواليشن هيبقى عندي مشكله، يبقى انا ممكن الفوت تبان ان هي بلانت جريد لكن اكشوالي هي مش بلانت جريد، هي فيها فالجاس ديفورم. والتايب اللي احنا اشتغلنا عليه ده هو التايب اللي بيلي سماه 3C. يعني بيلي هو عمل كلاسيفيكيشن كتير قوي، في الغالب واحد ده تقريبا زي النورمال، اثنين اللي هو البولان سوكيت انكل اللي هو بيبقى فيه دايناميك فالجاس، الثلاثه تايب 3 هو اللي فيه كل المشاكل، هو اللي فيه فيكسد اكواينو فالجاس ديفورم. طبعا ايرلي امبيوتيشن بروسيسز موجوده وريبورتد في كتير في الليتريتشر، بس احنا في مجتمعنا والكالتشر بتاعنا نوت اكسبت، مش امبيوتيشن مش نوت اكسبتد خالص في الكالتشر عندنا، مش بس عندنا ده الاوروبيان كمان مش اكسبتد. يعني هي دايما هتلاقي الامريكان هم اللي بيسبورت الامبيوتيشن بروسيسز. هتلاقي الاكبر سيريز معموله وهنقولها دلوقتي في الاخر على الفيبولار هيميميليا هي من نشرها كوريل، جون كوريل مع دكتور محمد حسني على 180 لم كلهم ريكونستراكشن. وهو كوريل لما جه هنا قال هو نيفر دو امبيوتيشن، يبقى حتى الاوروبيان سكول ما بتعملش امبيوتيشن، بتعمل ريكونستراكشن. لكن ستيل طبعا الامبيوتيشن اتس ان اوبشن، وخصوصا في الحالات الديفيكلت كيسز او الحاجات اللي هي فيها فيلير عادي. يبقى المانجمنت عندنا في الريكونستراكشن بيمر بستيجز زي ما دكتور خالد قال، في عندي ستيجز اربعه او خمسه ستيج. اللي احنا تهمنا هو كتاني طبعا سنه 98 اول ستيج اللي هي سوفت تيشو ريليز، ودي عند سن من ست شهور لسنه، يبقى ايرلي احسن. ايه سوفت تيشو ريليز؟ اللي هي عباره عن سوفت تيشو ريليز عباره عن اكسيجن اوف ذا فيبولار انلاك. ما هو فكره الفيبولار هيميميليا ايه؟ هي الفيبولا ابسن، هل مكانها ايه؟ مكانها هواء؟ مكانها مش هوا، مكانها فايبرس باند فيري ثيك كورد موجود، هو ميزنكايم، والميزنكايم ده ما تحولش الكارتليج وما حصلوش اوسيفيكيشن، فعشان كده هي مش موجود. ففي فيري فايبرس باند موجود، والفايبرس باند ده هو الديفورمينج فورس، ولو انا ما شلتش الفايبرس باند ده هتخش، هو ده اللي بيعمل ريكرنس، هو ده اللي بيعمل بروجريسيف ديفورميتي. يبقى السوفت تيشو ريليز وريليز اوف ذا فايبرس باند واكسيجن اوف ذا فايبرس باند ونفك الكواليشن، هم دول اهم حاجه في الريكونستراكشن ده. التكنيك اللي احنا هنوصفها هي طبعا تكنيك بتاع دكتور عملناها انا ودكتور حازم الطيبي، استاذنا طبعا دكتور حازم الطيبي، ونشرناها وهنقول ان احنا بنعمل فيها ايه. السيشنز بقى موجود، ده التكنيك. اول حاجه ده شكل الانسيجن بتاعنا، بوستر لاترال انسيجن. يبقى الانسيجن بتاعنا بنفتح لاترال، ده الانسيجن هنا بوستر لاترال انسيجن، وبعدين بعد كده بنعمل ديسكشن. يبقى انا عملت ديسكشن، طب ايه اللي بقابله انا في اللاترال؟ بقابل ده البرونيال تندون، بعمل زيت لاستي اوف ذا برونيال تندون، وده الايه بقى؟ ده الانلاك، ده الفايبرس انلاك، فيري فايبرس كور، فيري ثيك باند،
واصل لغايه الاتاشمنت بتاع الفيبولا كلها. الالاج ده لازم اشيله، لازم ما اقصوش كمان، بعمل منه اكسجين. بيلي كان بيشيله بيعمل الديسكشن لغايه فوق، هو بعد كده قال انا مش لازم افتح لاترال، وممكن افتح ميديال واوصل له واشيل الجزء الديستال بس، لكن هو لازم السوبر انكل زي ما هنقول، لكن كده كده لازم تاكسايز سيجمنت والا هيرجع الكاون تاني. طب ايه الحته دي؟ الحته دي هي اللاترال مالينس، هي الريمينانس اوف ذا لاترال مالينس، هي كارتيلاجينس. هل موجوده في كل الحالات؟ لا مش موجوده في كل الحالات، لكن زي ما احنا هنقول دلوقتي احنا مثلا في حوالي 13 حاله كان 12 حاله منهم موجوده فيهم الفيبرال اللاترال مالينس. ده الديسكشن هنا واضحه، ادي الفايبرس باند وادي الجزء بتاع الكارتيلاجينس. الجزء اللي هو الريمينانت اوف ذا لاترال مالينس ده هناخده هنمسكه ونحطه كباترس. باترس هنا في الايه؟ في الانكل، يبقى هيعمل سبورت للتيبيا لاترال. وفيري امبورتنت ان انا اعمل شارب ديسكشن اوف ذا تارسال كواليشن. بلاقي تيلو كالكينيال كواليشن بفتحها بتبقى كارتيلاجينس، بفتحها بالمشرط. بس من غير ما افتح الكواليشن مش هقدر احط الهيل بلانتجريت، مش هقدر ارجع الهيل تحت الانكل، والا انا هصلح عن طريق ان انا اعمل فارس. لا انا عايز اخليها بلانتجريت. وبعدين ادي خدت الجزء الريمينانت وبعدين عملت له فيكسيشن بكيرشنر وايرز، وادي ترانس كالكينيال واير بعد ما عملت سنترلايزيشن اوف ذا انكل. يبقى سوفت تيشو ريليز، زيت بلاستي، اكسجن اوف ذا فايبرس اللاج، تيلو كالكينيال ديسكشن لو كان في تيلو كالكينيال كواليشن، سنترلايزيشن اوف ذا انكل اند كيرشنر واير. ادي شكل ادي الوايرز اللي موجوده. وبعدين ده بعد الايه؟ بعد الكلوجر، وباين شكل الرجل بعد الكوركشن اوف ذا انكل. دي بري اوبراتيف، دي بوست اوبراتيف، يعني دي ايميديت بوست اوبراتيف. بعض الحالات ممكن بيبقى معاها تيبيال ديفورميتي كبيره شويه، ممكن ساعتها اعمل معاها اوستيوتومي، سواء كلوزد ويدج او اوبن ويدج، وات ايفر اكوردنجلي. طبعا هو الكلوزد ويدج احسن عشان اقدر اريح السوفت تيشو او اقدر اعمل شورتنج، وده يمكن اللي بيعمله بيلي بس بيعمله ديستال في الانكل. دي بعض الحالات، دي كلينيكال بيكتشر. هنا لاحظ ان في جود رينج اوف موشن، يبقى عندنا جود رينج اوف موشن دورس فليكشن وبلانتر فليكشن. معنى كده ان في جود رينج اوف موشن، ان الريمننت اللي احنا حطيناها دي ما عملتش ارثروديزس، هي مجرد كباترس لان هي ما ثبتتش ما ضيعتش الايه الموفمنت. في حاله ثانيه فيبلر هيميميليا فيها فالجاس ديفورميتي اوف ذا انكل، دي افتر كوركشن بلانتر فليكشن دورس فليكشن، ودي شكل حاله ثانيه برضو فول كوركشن فيها طبعا شورتنينج، ده عشان نعمل بعد كده نعمل السيشن اللي بعد كده اللي هي بتبقى الزاره في ليس. يبقى دي شكل حاله فيبلر هيميميليا اتعمل لها ايرلي سوفت تيشو ريليز، اتعمل لها سنترلايزيشن اوف ذا انكل، ادي شكلها ما فيهاش اي ديفورميتي، ما فيهاش اي، لو حد شافها دلوقتي ممكن يفتكرها كونجينيتال شورت تيبيا لان ما فيهاش ديفورميتي موجوده. لو ما عملناش الكلام ده فيري ايرلي ممكن تيجي بالشكل ده، ماشي على الميديال مالينس، ماشي على التيبيا. ده طفل نيجلكتد 4 سنين ما عملش سوفت تيشو ريليز، ما عملش اي حاجه، لما اتساب نيجلكتد بقى ماشي في سيفير ديفورميتي، وطبعا الكوركشن هنا بيبقى فيري ديفيكولت. بعد كده السيشنز اوف الزار اوف ابلكيشن، بنكمل بقى لينسنج. السيشن الثانيه بتبقى بري سكول 4 سنين 5 سنين، اعمل لينسنج اوف الزار اوف تو كوركت ذا ديفورميتي الليمب لينس انيكواليتي ديورينج كوركشن، اكستيريال اكس رايز ديورينج كوركشن. ده شكل الفوت، ممكن احط معاه فوت فريم، احط معاه فوت فريم عشان اصلح الفالجاس لو حصل ريكرنت فالجاس. فيري امبورتنت تو اكستند ذا ني، زي ما قال دكتور خالد في الحالات اللي انا ببقى شايف فيها ديفيشنت ني او هعمل فيها لينسنج جامد لازم اكستند الني، لان في حالات بقدر اعمل اكزامينشن واشوف معاهم ديفيشنت اي سي ال ولا لا. كوركشن ده كل دي فوتوغراف، دي الاكس راي افتر ذا فور، ده بعد يعني طبعا ده بعد ايه 2 years after removal of the frame، باين ان الكوركت ديفورميتي كوركتد كويسه، لكن بدا يحصل طبعا ايه ليمب لينس انيكواليتي، هيحصل شورتنج تاني، يبقى احنا هنحضرها للسكند اند ثيرد سيشن. في الثيرد سيشن والسكند سيشن هصلح بقى اللي موجود، ليمب لينس ديسكريبنسي فالجاس موجود لو حصل فيه ريكارنس، وفي الغالب في الثيرد سيشن بتحتاج فيمورال كوركشن كمان لانه بيحصل لهم برضو فالجاس جاي من الني من الديستال فيمر ومعاهم شورتنج. يمكن دي بقى الحاله الاضل يمكن يعرضها وريها لنا دكتور خالد ان شاء الله. طيب يبقى دي
التكنيك اللي احنا بنستخدمها انكر ريكونستراكشن اتنشرت في الجورنال اوف ستراتيجيز اوف تروما اند لمب ريكونستراكشن سنه 2012 دكتور حازم الطيبي وانا نشرناها، وكانت على 13 بيشنت. كل البيشنت كان اكوايرد ستيبل انكل without any tendency في valgus deformity, good range of motion, وكلهم كانوا type 2 fibular hemimedia. وبالتالي وصلنا للconclusion ان استخدام الفيبولار انلاك في reconstruction of the lateral malleolus حلت لي مشكلة الانكل instability، حلت لي مشكلة البروجريسيف valgus deformity في السيريز اللي احنا استخدمناها. لكن طبعا ده كان limited number، كان short period of follow up، وقلنا ان احنا عندنا جود رينج اوف موشن، ده معناه ان سجست ان هي مش فيوزد، هي مجرد كباترس افكت. ولكن مع الفولو اب ما لقيناش برضو ان الحته الكارتليج دي ما حصلهاش اوسيفيكيشن، يعني مع الاكس راي ما لقيناش في اوسيفيكيشن، وفي 6 حالات كان في ام ار اي ما ظهرتش، يعني هي ممكن يحصل لها ريزوربشن كمان بس هي ادت الافكت بتاعها. طيب في الليتريتشر لما احنا بصينا على التكنيك، طبعا في دكتور هاني حفني ومجموعه عين شمس نشروا نفس التكنيك سنه 2017 على 10 لم بنفس الطريقه، نفس التكنيك، كان سوفت تيشو ريليز الاكسجن اوف ذا فيبولار انلاج، خدوا اللاترال مالولس في 8 حالات او 8 لم، كان خدوا اللاترال مالولس واستخدموها، وكانوا بيستخدموها يفكس بايسي بوند، يمكن الايسي بوند سوتشر هنا احسن او بيدي ستابيليتي اكتر لان هو بيعمل كانه بيعمل سندوسموزس. يمكن دي فكره كويسه جدا ان استخدام الايسي بوند في الحالات زي كده، احنا كنا بنحط كيرشنر واير ونشيله. طيب ريفيوينج للليتريتشر بقى، التكنيك دي ما يعني ما حدش استخدم الفيبلر الاك ده اللي هو الريمننت اوف لاتر المالس عشان يعمل بيها انكر ريكونستراكشن. كان في ترايل قبل كده لحالات كتير بس كلها كيس ريبورت، ودي اللي منشوره نشرها مايكل فيبر، ونشرها مايكل فيبر في على كيس ريبورت في طفل 5 سنين ونص كان بيستخدم ايه، استخدم حاجه اللي استخدم جزء الاليا كريست استخدمه بالايه بالكارتليج بتاعه عشان يستخدمه كجروس بليت بحته من الجلوتيه الفاشيه، واستخدم الجلوتيه الفاشيه دي كانه ليجامنت ريكونستراكشن، وخدها حطها شكل الويدج كده فين على اللاترال سايت اوف ذا تيبيا. يبقى دي اليا كريست، هنا في الاليا كريست ككارتليج، دي جزء من الالياك بون، ودي الفاشيه، واستخدم الفاشيه دي كليجامنتس ريكونستراكشن. لكن هو ناشر حاله واحده وده الريزلت بتاعتها كانها بقت لاترال مالولس اتاتشد للتيبيا، وقال طبعا ان هي فيري جود ريزلتس وما حصلش فيها ريكرنس. طيب ريفيوينج اوف ذا ليتريتشر ان جنرال، في كل حالات الفيبولار هيميميليا اللي موصوف في الليتريتشر في حالات كتير، لكن اكبر سيريز اتنشرت كان الدكتور محمد حسني وجون كريل كان على 180 لم فور ريكونستراكشن، كانوا بيعملوا ايه برضه سوفت تيشو ريليز، اكسجن اوف ذا فيبولار انلاج، تندون ريليز، تندو اكيلس لينسنج، اكسجن اوف ذا فيبولار انلاج، كوليكشن اوف ذا تيبيال ديفورميتي ثرو ويدج اوستيوتومي، اند بعد كده سنترلايزيشن اوف ذا فوت. يبقى ده اساسي في كل الحالات، بس برضه ما استخدموش حاجه يعملوا بيها ستابيليتي اوف ذا لاترال مالس اوف ذا بدل اللاترال مالس. بيلي طبعا وصف السوبر انكل، السوبر انكل هو اعتمد على ايه، بيعمل اكسجن فيبولار الاج وبيعمل تيلوكالكينيال اكسجن وديسبيسمنت الاوسكاليسس، بس هو زود عليها حاجه ان هو بيعمل كلوزد ويدج اوف ذا ديستال تيبيا ميديال عشان يعمل شورتنج. اول ما وصفها كان بيعمل اوبن ويدج، كان بيفتح لاتر لو يعمل اوبن ويدج، لان ده بيحصل عليه ستريتش جامد جدا بيعمله كلوزد ويدج. طيب هل الكلوزد ويدج اللي هو موجود او عمله بيلي احنا ما عملناهوش ليه؟ ماي اوبينيون يعني، وده طريقه ان هو نوت نيسيسري، وده برده نفس الكلام دكتور هاني حفني والمجموعه بتاعته ان لا ان ده نوت نيسيسري لانه بيحصل لهم ريموديلنج بعد كده. المهم هو الاكسجن اوف ذا انلاج، المهم هو التيلوكالكينيال ريليز اوف ذا كواليشن، وممكن استخدم الفيبولار ريمننت. ده كتاب على البيدياتريك لوور ليمب ديفورميتي، الكتاب ده كان الشابتر بتاع الفيبولار هيميميليا ده سنه 2016 اللي كتبه جون هيرزبرج. جون هيرزبرج صححها في الاوت كام في الاخر، لخص كل اللي اتنشر على الفيبولار هيميميليا. اول حاجه قال ان مكارثي ايتال كان عمل ميتا اناليسيس كبيره جدا بين الليمب ريكونستراكشن وبين الامبيتيشن،
والحقيقه هو وصل ليه ان الامبيتيشن احسن والبيشنت مور ساتسفايد، بس طبعا ده فين؟ في امريكا، في المشكل كالتشر بتاعتنا. فالامبيتيشن مش اكسبتد بالنسبه لنا. هو هيرتنبرج بيفسر الكلام ده ان سنه 2000 قسمها لحتتين، قبل 2000 وبعد 2000. قبل 2000 قال ان الليمب ريكونستراكشن ريزلتس بتاعته كانت وحشه وكانت فيري يعني فراستريتد، وبالتالي كان الناس في الاخر بتنتهي بامبيوتيشن ويفضلوا امبيوتيشن. بعد 2000 اتنشرت سيريز كتير والليمب ريكونستراكشن بقت احسن وحالات كتير اتعملت وجابت ريزلتس احسن، فبقى الامبيوتيشن بدا يتراجع خالص في الفتره الاخيره. ده اكزامبلز للحاجات اللي موجوده في الليتريتشر. كتاني على 32 حاله، وحد نشر 8 حالات، 31 و 10 حالات، 5 حالات. اكبر سيريز على 157 بيشنت هي الدكتور محمد حسني وجون كوريل، وذكر فيها الايه البروسيدور بتاعتنا الطيبي عند احمد بيرفورمد انكل ريكونستراكشن قبل الالونجيشن، ودي صحيحه ذكرها كحاجه يونيك ما حدش من الليتريتشر الباقيين عملوها، وقال انها بتدي انكل انستابيليتي في البدايه بحيث ان لما تيجي تعمل بعد كده لينسنج ما يحصلش فالجس ديفورميتي اجين. فالتيك هوم مسج اللي عاوزين بس نوصل لها ان الانكل ريكونستراكشن فيبلر ميميليا از ا ماست ماست بي بيرفورمد فيري ايرلي من سن 6 شهور ل 12 شهر ان اوردر تو بروجريس ذا ايه ذا ديفورميتي تو اند او تو ستوب ذا بروجريس اوف ذا ديفورميتي. وان الانكل ريكونستراكشن ده عباره عن سوفت تيشو ريليز زيت بلاستي برونيال تندون تندو اكيلس والتيلو كالكينيال كواليشن ما ننساهوش، وبعد كده ري الاينمنت يجي بعد كده ري الاينمنت اند كوركشن اوف ذا اوستيوم. وان استخدام الفيبولار ارلاك في ريكونستراكشن اوف ذا لاترال مالياس از فيري سمبل اند كان سولف ذا بروبلم اوف انستابيليتي اند بريفنت سبلكسيشن اوف ذا انكل اند بروجريسيف فالجاس ديفورميتي اوف ذا انكل جوينت. وما ننساش ان لازم هيبقى مالتيبل سيشنز اوف اليزار اوف لينسنج في التيبيا اند فيمر ان اوردر تو كوريكت ذا ريزيدوال لمب لينس ديسكريبنسي اند ديفورميتي انتل سكيليتال ماتوريتي. ثانك يو فيري ماتش. دكتور امين بيه، دكتور محمد القرش برزنتيشن. يعني إضافة للدكتور أمين عبد الراتي، كان في بيبر اتعملت في 2019 عن الناس اللي هم عملوا امبيوتيشن، الناس اللي عملوا ريكونستراكشن، اللي عملوا امبيوتيشن كانوا في سكوتش رايت، واللي عملوا امبيوتيشن اللي عملوا ريكونستراكشن في روبن انستيتيوت. فسايكولوجيكالي طلع ان هو على اللونج ران اللي ما فيش فرق ما بين الاثنين، يعني ما فيش حد متضايق، ده لا متضايق ولا ده متضايق. دكتور محمد القرش اتفضل. السلام عليكم. انا شايف الناس اللي ورا نامت. اكبرنا ايه؟ اكبرنا ايه؟ ممكن نقوم بس كده 10 ثواني كل يوم بس من مكانه، معلش كل يوم من مكانه 10 ثواني بس. ايوه صح يا دكتور ابراهيم، اكيد. مش تفضلوا حضراتكم. بصوا حضراتكم، هو الكيس برزنتيشن اللي هنعرضها هي تقريبا نفس الكلام اللي قاله دكتور امين من شويه، فعشان كده احنا هنشوف راي حضراتكم ايه، حضراتكم تقولوا لنا ايه اللي هنعمله، لان هو تقريبا اعاده لنفس الكلام، فاحنا هنشوف الناس كانت صاحيه مع حضراتكم ولا لا. هنفوت الجزء اللي في الاول اللي هو الكلينيكال بيكتشر والكلاسيفيكيشن. احنا هنا في الكلاسيفيكيشن برضو نفس الكلام على البالي كلاسيفيكيشن، الحالة اللي معانا هنعمل لها برضو ريكونستراكشن. دي جيرل عندها سنتين، عندها بايلاترال فيبولار هيميميليا ويز فيكسد اكواينو فالجاس ديفورمتي، وهنلاقي ان الديفورمتي موجوده في الانكل وفي السب تيلر اكوردنج تو بيلي كلاسيفيكيشن هي تايب 3 سي. ايه راي حضراتكم؟ الناس اللي ورا كده يقولوا لنا هل هي ميزه ولا عيب ان هو بايلاترال؟ ميزه ولا عيب؟ ليه ميزه؟ بالظبط كده، كده وفرنا عمليات كتير صح؟ هي دلوقتي كده بدل ما هي كانت محتاجه انها تعمل ايكولايزيشن لبوز لامبس وانها تعمل لامب لينسنج، هي مش محتاجه اكتر من ان هي تعمل لها ايه؟ انكل ريكونستراكشن، مظبوط؟ بايلاتر. يبقى اتس
an advantage for her ان هي عندها bilateral fibular hemimelia. في الاكس راي زي ما احنا شايفين كده هنلاقي برضو ان هي عندها valgus ankle, valgus heel وفي equines تمام وفي absent fibula. الحاجه اللي بتبقى موجوده غالبا عند العيانين بتوع fibular hemimelia هي حكايه التارسال كواليشن فعلا. بيبقى عندهم كالكينيو تيلو كالكينيا الكواليشن وده بيخلي فيه lateral translation في الكالكينيوس. وبالتالي عشان تقدر تعمل ري الاينمنت مظبوط انت محتاج فعلا تفتح في التيلو كالكينيال كواليشن اللي موجود ده وتعمل ري الاينمنت مره ثانيه. سبب الديفورمتي ان هي ما عندهاش فيبلا وما دام ما عندهاش فيبلا الفيبلا دي مش موجوده خالص لا هي في فعلا مكانها بيبقى فيه فايبروس تيشو اللي هو الانالاج والانالاج ده بيبقى اذا تيزرنج كومبوننت يعني هو هياخدها في ايه في فالجس وهياخدها برده في اكواينس. الاكواينس ده ممكن يبقى جاي من الجوينت نفسه ممكن تلاقي البون نفسها فيها بروكيرفيتن في التيبيا. لو في تيبيا البروكيرفيتن يبقى احنا هنا هنحتاج نعمل اوستيوتومي في التيبيا علشان تكوركت البروكيرفيتن اللي موجود ده. طيب بالنسبه للحاله دي راي حضراتكم الانكل ريكونستراكشن ايه الخطوات بتاعته؟ ممكن اي حد يقول لنا من الكلام اللي سمعتوه سوفت تيشو ريليز نمره واحد سوفت تيشو ريليز ايه الحاجات السوفت تيشو اللي احنا هنحتاج نعمل لها ريليز؟ الاكسجن اوف ذا انالاج او الريسكشن اوف ذا انالاج ده كويس. ايه تاني؟ ايه اللي موجود في اللاترال كومبارتمنت هنا؟ البرونياي محتاجين ان احنا نعمل لانثنينج للبرونياي مظبوط. ايه تاني؟ تندو اكيلس لو في اكواينس وهو عامل شورتنينج ممكن نحتاج نعمل تندو اكيلس لانثنينج. طيب ايه كمان ممكن نعمله للحاله دي؟ ايه؟ فيوجن بين التيلس والكالكينيس. هو مش فيوجن هو يعني ري الاينمنت انك تعمل ري الاينمنت ما بين التيلس والكالكينيس تمام. وايه تاني؟ في اللاترال فيو في بروكر فيتا موجود يبقى هنا هتحتاج تعمل اوستيوتومي في التيلس. هي اول خطوه احنا بنفتح الابروتش بتاعنا بنفتح لاترال ابروتش في الاول. اتفضل الكونسبت بتاع الريكونستراكشن دوت هو فيري اتراكتيف من ناحيه النظريه يعني ان انما هو اصلا الانالوجي دي مش ديفورمينج فورس اكشوال هو زي ما كنا متفقين هي ديت ريبليسنج الفيبلا يعني الفيبلا كانت هنا بس هي ما اتكونتش اتكون مكانها سوفت تيشو بس انا عايز اجيب الفوت بلانت جريد يعني ما تشدي لي الفوت مش بلانت جريد صح هي كمان بتبقى مش في مكانها يعني حتى لما انا عشان كده حتى عايزك ترجع السلايد اللي قبليها فبالتالي هو الريكونستراكشن بتاع الانكل يا اما اطول السوفت تيشوز عشان انزل الفوت لتحت يا اقصر التيبيا عشان اطلع الفوت لفوق ده الميك سنس هي بس كمان الانالاج او اللي هو المكان الفيبلا دوت ما بيبقاش في مكانه هو بيبقى فوق خالص بيبقى اليفيتد وبالتالي ما بيبقاش تحت عند الليفل بتاع البلوفوند فبالتالي هو بيبقى برده شادد اللاترال الفوت والانكل كلها صح. في فالجس وبعدين المشكله الثانيه بقى انه مع الوقت لما بتدخل بقى تاني في العيانين اللي هم زي دول تلاقي الانالوجي ده اتعمل تاني واتكون تاني وبقى ديفورمينج فورس تاني لو هو حصل فيه ديفورمتي تاني لا ولو طول لو احتاجت تطول بتلاقي ان انت بتتخانق مع حاجه بتتكون بسرعه شديده. من ناحيه اخرى لو احنا بصينا على الديستال تيبيال ابيبسيس هنا اهو هو احنا اصلا مشكلتنا هنا مش بس سوفت تيشو احنا الديستال تيبيا اوريدي نفسها الابيبسيس بتاعتها مش حتى واخده بولن توكت دي عامله زي البي شي تمام فانا محتاج حاجه عشان كده انا يعني وعشان كده انت حضرتك ممكن مع الانكل ريكونستراكشن انك انت تعمل ري الاينمنت باوستيوتومي في التيبيا نفسها تمام اوكي وعشان كده انا عشان في الاخر انت عايز الانكل جوينت يبقى بارلل تو ذا جراوند وادفوكيتنج الفكره بتاعت ان نسيبه ميل جوه يفضل ماسك الدنيا لانك بتشيله وتلاقي بعد شويه عشان كده حتى اخويا امين انت في لما تيجي تعمل لينثنج المره اللي بعديها بتلاقي سن الفالجس ابتدت تقلب صح؟ طبيعي بتلاقي الرجل لسه عايزه تقلب في الفالجس هو انا عاده الحالات اللي زي كده حاجه جوه تفضل ماسكاه انا عاده الحالات اللي زي كده اللي بنعمل لها لينثنج
بغير كل شويه النيل، يعني مع كل سيشن فيها لينثنينج بحتاج ان انا اغير النيل بواحد طب. تاني اطول. انا هعمل كومنت بس على الدكتور خالد، هو اللاج هو حاجتين لا هو اكشوالي هو ديفورمينج فورس مع الجروس، بدليل ان الحالات النيجلكتد لو سبتها لثلاث سنين هتلاقي ديفورميتي فيري سيفير، لان اللاج ماسك تحت وماسك فوق وفيري فايبرس. وعندنا نقطه تانية مهمه، هو حتى لو انا عملت شورتنج للتيبيا دلوقتي هصلح الديفورميتي دلوقتي الدنيا هتتصلح، بس اللاج ده ما ننساش ان هو مش جروينج، يعني التيبيا هتنمو وهو هيفضل موجود. فايبرس تيشو فيري فايبرس تاني كنا الاكسايز بارت منه، يعني ده افضل حل. يعني زي ما يعني نحاول دايما نحط حاجه انترنالي تو ريزيست الريكرنس، هي دي البوينت اللي اتمنى ان يعني تبقى مسج. تمام، لو كملنا احنا بنفتح الاول بوسترولاترال ابروتش، يا اما بنفتح التشيب او لو هي فيها بروكيرفيتم واضح بنفتح اللي هو زي زد شيب. اول حاجه بنشوف التارسال كواليشن اللي موجود ونعمل له ري الاينمنت، بنخش باوستيوتوم ما بين التيلس والكالكينيوس ونعمل ري الاينمنت للتارسال كواليشن. الصورتين دول هتلاقيهم موضحين، واحده مبينه الانكل جوينت، واحده مبينه الانكل جوينت والثانيه مبينه هنا السب تيلر جوينت. معلش السهم ملخبط. في الاول كنا بنحتاج ان احنا نجيب الانالاج كله من فوق لغايه تحت، فكنا بنحتاج ان احنا نسلك على الكومون بيرونيال نيرف علشان نبينه علشان ما يتقطعش معانا واحنا شغالين. بعد كده خلاص بقينا نعمل ريسكشن للجزء اللي تحت ومش محتاجين ان احنا نوصل للجزء اللي فوق. ده شكل الانالاج هنا هون، ده شكل الانالاج لو موجود هنا، بنحتاج ان احنا نفتح عليه ونسلكه وبعد كده نعمل له ريسكشن للفايبرس انالاج بالمنظر ده. هنشيله ونطلعه بره خالص، وبعد كده بنحتاج ان احنا نعمل ري الاينمنت للايه للتيبيا. زي ما اتفقنا احنا رجعنا التارسال كواليشن وبناخد فيه واير من تحت خالص من الكالكينيوس للتيلس للتيبيا، وباخد اعمل اوستيوتومي في التيبيا عشان تو كوركت الاينمنت بتاعي، واكمل بالايه بالكي واير او لو في راش بين لو هو سن اكبر شويه. وده شكل الاكس راي او الايمج انتنسيفاير جوه، ان احنا زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا في الانترو بوستيريور فيو بقى في ري الاينمنت ما بين التيبيو تيلو كالكينيال وفي في الانترو بوستيريور فيو وفي اللاترال فيو علشان تكوركت الاكواينس ديفور. بعد ما بنعمل ري الاينمنت بنرجع الانالاج مره ثانيه في البوزيشن اللي هو المفروض الطبيعي بتاعه ونمسكه هنا هون بسوتشرز، بنمسك بسوتشرز بالإيثي بوند زي ما دكتور أمين كان قال من شوية. ده شكل الرجل بعد العملية انترا اوبراتيف، هنلاقي إن الفالجس هيل اتعدل وهنلاقي إن في ري الاينمنت موجود. والبوست اوبراتيف اكس راي هتلاقوا حضراتكم كده إن مفيش اكواينس موجود وبقى في ري الاينمنت في الانترو بوستيريور فيو. ودي الصورة بعد ثلاث شهور بعد ما حصل يونيون، بعد شهر بعد ما حصل يونيون، وبعد كده بنشيل الكي واير واحنا بنشيل الكاست بعد ست اسابيع. الانكل ريكونستراكشن فيبولار هيميميليا عباره عن ان احنا نعمل تيبيو تيلو كالكينيال ري الاينمنت ولاترال ماليولس ريكونستراكشن، الاوبراتيف تكنيكس ريسكشن اوف ذا انالاج اند تندون لينثنينج، بريكج اوف ذا تيلو كالكينيال كواليشن، ريستورينج نورمال تيبيو كالكينيال الاينمنت، ريكونستراكشن اوف ذا لاترال ماليولس and correction of the tibial deformity. Thank you. سؤال دكتور إرش، طب الفولو اب لحد قد ايه؟ الفولو اب عادة العيانين اللي عندهم لونج بون ديفيشنسي، العيان ده هتوصل الفولو اب لحد قد ايه؟ لا ده لسه جديد. بس انت عادة العيانين اللي هم عندهم لونج بون ديفيشنسي انت بتحتاج انك تفولو اب على طول، مش لفتره قليله يعني. هسأل على الريكرنس هو هيفضل معاك، هسأل على الريكرنس بس دي ميزه مش لا ما بحتاجش. لو بالظبط لو حصل ريفيوجن ده مصلحه مش حاجه وحشه، لان هي هتبقى اتعدلت مش هيحصل ريكرنس، لو حصل ريفيوجن هتبقى اتعدلت. شكرا دكتور محمد. لبسوا بريس ست شهور.
دكتور بيسو بريس بعديها 6 شهور. شكرا دكتور محمد قرش. دكتور احمد حموده. شكرا لحضراتكم مره ثانيه، وسعيد بوجودي يعني في محاضره الاستاذ الدكتور خالد عماره المناقش الدكتوراه بتاعي، وكان احد الناس اللي شرفوني والله فعلا. والديسكشن البانل طبعا كان امين طبعا وبقيه الجمهور الافاضل، احنا بس الديسكشن ده مفيد جدا لان انا شخصيا اتعلمت حاجات ريتش من حضراتكم في السيشن دي، مهمه قوي بالنسبه لنا. يمكن تفرق ما بين تكنيك والتاني، لكن اعتقد البرنسبل واحده، ان احنا لازم تو الاين الفوت الاول ذن ليتر اون وي كان دو اني ثينج ايلس. طبعا في بقى هيمينيا مش هتكلم فيها، خلاص احنا عرفناها وكل حاجه. في ممكن تبقى ديفيشنسي والبيري تايبس المعروفه تايب 1 و2 و3 و4، وموست كومن هما تايب 2 و3. هو ده نادر قوي تقريبا لما بنشوف مع كلاب فود. الفرق بين 2 و3 هو الدايناميك بريشر الفيكسد كوين اوف فالفج ديفورمتي. في كل الاحوال متفقين جميعا ان احنا لازم السوفت تيشو بروسيدو ده مهم، لازم نشيل الفايبرز اللاج اللي موجوده، لان هي انا متفق ان هي ديفورمينج فورس قويه جدا، وده هنشوفه في اكزامبل هعرضه ان شاء الله النهارده برضه. الفايبرز اللاج كان متعودين من الامريكان بيفتحوا الجرح كتير زي ما عرض الدكتور محمد القرش. دلوقتي جاست بس انسيجن كفايه قوي عشان نشيل بارت منه، ومش محتاجين نشيله من اوله لفوق من فوق لتحت. برضه السوفت تيشو لينثنج سواء كان تندو اكيليس قط لو في سن صغير او لينثنج في سن كبير مع الفيلوني اي ممكن يكون ده قيمه عشان خاطر الليتر ان بتاع اللينثنج بروسيدر، وعشان كمان لو عنده فيكسد تيلو كاكين كواليشن لما بعد التصليح يبقى في ستريتش عليه اكتر. التريتمنت بلاننج الدكتور خالد صراحه قالها بكل سمبل وكفاءه جدا، ان احنا لازم نشوف العيان من الاول، ندي لونج تيرم بلان للبيشنت واهله. احنا هنعمل في السن الفلاني هنعمل الاينمنت الفوت والايفالويت كمان كل اللمب الهيب والني والانكل، لان هي مالتيبل ديفورمز ممكن تبقى موجوده. وهنعمل من اول سن السنه لغايه السنتين الانكل ريكونستراكشن بتاعنا والانجل كوريكشن، وبعد كده نخش بقى في الستيج مالتيبل لينثنج بروسيدير اللي احنا هنعملها بعد كده، وممكن اي ريزيدوال ديفورمز يعني نطلعها مع الفيمر مع التيبيا وتبقى. وفي النهايه اعتقد احنا متفقين ان وتبقى ذا بروسيدج دان الانكل في الاخر بيبقى شبه ارثوديج سواء كان ريلي ارثوديج او انكلوج. هو في الاخر الانكل بيبقى ارثوديج، دي ميزه مش عيب بالنسبه للاطفال اللي هم جايين. طبعا الامبيوتيشن فيرسس كوركشن برضه اتشرحت كتير. الامبيوتيشن ممكن تكون وان بروسيدور الكوست ممكن اقل، وان كان ان احنا كل شويه بنغير البروسيدور عشان بيكبر في السن لازم نغيره، وده كوستلي قوي. وكمان هو الكومبليكيشن بتاعتنا ممكن تكون واجهه فيرسس الريكونستراكشن مالتيبل بروسيدورز. العيال لازم يكون اهله لازم يكون اورينتد بكل البروسيدور دي عشان نوصل في النهايه لقرار امبيوتيت ولا ريكونستراكشن. البنت دي عندها 3 سنين لسه، يعني من حوالي 3 اسابيع عندها راتي رايت تيبلو هيميليا، هي 4 اي وتايب 3 فيكسد كوينو فالجز ديفورمتي على مستوى التيلو كالكينيا، وده كان البري اوب بتاعها. متفقين نفس الانسيجن بتاعنا ده الفرق بين اليمين والشمال. اليمين كلاسيك تيبلو هيميليا، وان كان الاي بي مش كلاسيك اي بي، هي اوبليك عشان كده باينه ستريت، لكن هي فيها فالجز على مستوى الاي بي، فيها بروكر فيتم على مستوى اللاترال فيو، وكمان فيها تيلو كالكينيا كواليشن. صحيح مش بوني كواليشن، بس كان في فايبر كواليشن موجود. دلوقتي على مستوى الانسيجن بتاعنا هو اللاتر انسيجن الكلاسيك لاتر انسيجن، وده هنشوف اللي هو السوبرفيشال بيونيال نيرف فانكيج الفاشيا اللي هو طالع بالعضه طالع فوق عشان يعدي السيبتم، برضه نحاول نحافظ عليه عشان بريفنت النيوروما والكلام ده. بعد كده هنلاقي قدامنا البيونياي قدامنا دايركت واضحه جدا. انا في الحالات الريسنت بتاعتي حاليا بشوف هل اقطعها ولا اعملها لينثنج ولا شبها. بشوف اساس لو انا هعمل تيبيال شورتنج ممكن اسيبها دلوقتي، مش محتاج ان انا ما يبقاش عليها تنشن، لان انا محتاج ليتر اون لما اجي اعمل لينثنج بروسيدور كود دي ان انا احتاج اعمل لها لينثنج بروسيدور او لا. فانا سبتها لغايه لما اسست الديفورمتي بتاعتي، سبت البوني اي. بعد كده وصلت الفايبرز اللاج واضحه جدا زي ما كلاسيك تيتشنج، شلنا الفايبرز اللاج تقريبا من اول النص لغايه مستوى الانكل. بصراحه انا ما قدرتش التكتيك بتاع الدكتور امين بيه والاوفا جمال بتاع ان انا اسيب الديجيتال بارت دي، وان كانت بي كونسيدرت، بس برضه انا مش متاكد قوي. طبعا اللونج تيرم بتاع حضرتك اكيد هيفرق معانا، لان مش متاكد قوي حقيقي هل هي دي الستامب دي هتمنع البلجس، يعني هتبقى باتراشنج اجنس اي بلجس انستابيلتي موجوده ولا لا. ممكن محتاجين لونج تيرم فولو اب عشان نقدر نحكم عليها اكتر يعني. بعد كده ده مكان ماشينا فايبرز الله خلاص بانت قدامنا ان في بدا يبان عندنا الفليكشن ماسلز كلها. هنبدا ندور على التندو اكيليس من ورا، سن صغير سنتين ثلاثه ممكن نعمل له كومبليت كات، خصوصا ان احنا متفقين الانكل هيبقى ارثوديج، لكن ممكن نعمل له كومبليت كات، ممكن نعمل لينثنج لو سن اكبر. التندو اكيليس باين من ورا، بدا عملنا له كات، وبعد كده بدانا ندور على التيلو كالكينيا اللي موجود. لو بصينا هنلاقي ان دي تيلس ودي كالكينيا و
وهي واخده سلايدنج زي ما الدكتور محمد قال سلايدنج لاترالي الكالكينس حالتيلس. فاحنا بنخش باوستيوتوم اوائل في الاول ما بين التيلو كالكينا بنحدد السب تيلر بالظبط ونبدا نعمل اوستيوتومي فيه عشان نعمل نجيب الكالكينس تحت التيلس في النورمال اورينتيشن بتاعهم. ده مكان السلايدنج او مكان القط اللي ما بين التيلو والكالكينس. وده بعد ما فتحنا الويدج بتاعنا برضه ستيل انا باستشف البنيات بتاعتي واللينث بتاعها قد ايه. دلوقتي انا خلاص فتحنا التلكين في المرحله دي. انا يعني اي حد عنده كيس من تيلو كالكين كواليشن يبدا بيها ما يبداش بالتيبل اوستيوتومي. لو عمل تيبل اوستيوتومي مش عارف يعمل اي حاجه في الكالكين خالص لان هتبقى موفينج فراجمنت معاك مع موفينج فراجمنت تحت غالبا مش عارف تعمل اي حاجه. فابدا دايما بدي حط الكواج بتاعتك ثبت التيلو في الكالكين الاول واقف عند مستوى الديجيتال تيبيا بعد كده شوف الاوستيوتومي اللي هتعمله بعد كده ايه على مستوى التيبيا. ده عملنا سيبيوليشن للتيبيا ونسيت اقول لحضراتكم ان جزء من العمليه دي عباره عن فاشيوتومي على مستوى اللاترال كومبارتمنت عشان غالبا البيدنج بوست اب كمان بيبقى شويه مزعج. ده الديفورميتي باينه قدامي على مستوى اللاترال فيو بحط 2 كي وايرز اورينتيشن بتاعي التو وايرز بحطهم وانا بعمل اورينتيشن بتاعي في الاي بي واللاترال بحيث ان انا هاخد كلوجنج ويدج انترو ميديال عشان اصلح البلجس واصلح كمان البروكر بيتا في نفس الوقت. ده شكل الاي بي الاورينتيشن بتاعي. انا ما خدتهمش البيج بتاعتهم تاتشنج اتش اتر هنا لان انا عايز اعمل شورتنج فانا باخد كوادربل بدل ما اخد كلوجنج ويت ترانجولر باخد كوادربل عشان اقلل التنشن على السوفت تيشو. زي ما اتفقنا برضه في النهارده الصبح ان الكونسيرن او الكونسيبت بتاع الليم شورتنج لابد يكون موجود في حسباننا. الليم شورتنج احد الاسلحه الرهيبه جدا جدا بدل الليم لينثنج اللي بتعالج فيه كونجنتال ديفورمز بصفه عامه. ليه تقدر تفكر باللينثنج براحتك بس الشورتنج ده سلاح وده مهم جدا يعني. ده شكل المالتيبل كي واج اللي بحطها للوجه بتاعتي في الانتيرو في اللاترال فيو. وبعد كده ببدا اخد القطر اصلح كومبليتلي في الاي بي واللاترال ادفانس التو كي واج من تحت لفوق واخش في المظله. انا بحب تو اكتر من اثنين كي واج اكتر من واحد. وفي نفس الوقت بميل ان انا اعمل فالس مومنت على مستوى التيبيال كمان لان ليتر اون بيبقى فيه شويه لسه فالفج ديفورمتي موجوده. ده 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 يعني ده لسه معمول ولسه شايل ال لسه شايل الجديدة بس من كام يوم وادي المنظر البريف كتير من الاخر. دلوقتي ده مش هقولها سريعا هو نفس التكنيك دي اول حاله عملتها خالص من 2017 في مستشفى الحسين. طبعا كنت لسه اول كيس وكان بالنسبه لي شويه اعمل ايه بالظبط كنت لسه متعلم التكنيك. فدخلت برضه بالانتيجن بتاعي عادي ما كانش عندي حتى الاكسري مش لاقيها في الفايل بتاعي. فده منظر بس انا جايبه عشان خاطر لما بنعمل الاشعه في الاوبليك فيو بنلاحظ ان الاي بي ما فيهاش فيها ديفورمتي خالص. ولو عملناها في اللاتر خدنا لاتر فيو هنلاقيها ما فيش ديفورمتي خالص. فالكونسبت تبع الاوبليك بلين ديفورمتي لازم يكون في الحسبان. لو عملت ثرو اي بي وثرو لاتر لا هتلاقي الدنيا مختلفه هتلاقي في فالفج ديفورمتي وهتلاقي في روكافيتم ديفورمتي. فاحنا المهم ان احنا ما نعتمدش واحنا انتر اوبراتيف نمسك الريجل وناخد الشوت بتاعتنا اورينتد بيربنديكولا على الاكسس بتاع الديفورمتي اللي موجوده. برضه التند بنياي هنا عملت لها جي لينثنج في الاول وبعد كده شلت برضه الفايبرز املاك العاده. وبعد ما شلتها برضه تواضع على التند واكيليس والفريكيو هالوشيت وراها وراها النيو فاسكر ايميديتلي ورا. واحيانا ساعات بتحتاج تعمل ميديا انسيشن عشان تعمل تانل ريليج للبوستيريو تيبيال نيرف احيانا في بعض الاحيان مش مانداتي. ودايما برضه الويدج بتاعتنا اللي بناخدها وبنثبت بناخد الويدج بتاعتنا زي ما احنا شايفين برضه وبنعمل انترا مودلر فيكيشن. وده كان اميديت بوست وبعد كده ده لونج تيرم. ده دي شو دي من سنه فاتت اربع سنين تقريبا بعد العمليه الاولانيه. ونلاحظ ان الدنيا ستيبل بلانت جريد فود ستيل في بلجس ديموثرومتي على مستوى دي ترتيبيا شويه. ده ممكن كوركتد في اللك بلانتنج. الكيس دي بقى مهمه جدا عشان خاطر الكونسيبت بتاع الفايبرز انلاج واللي بيبدا ده الولد عنده 10 سنين عمل عمليتين قبل كده عشان يصلح الديفورمتي وكان مش ديفورمتي كان الجيمي كان بيصلح بيعمل لينثنج على طول. طبعا في وجود الفايبرز انلاج وما فيش اي ادريسنج شايفين المشكله عامله ايه. خلاص بقى الفايبرز انلاج ورا دي ترتيبيا واضحه قدامنا اهي وفي فايبرز كان واصل لغايه فوق. وده عامل لي زي الحجام اللي ماسك رجله ومهما وات ايفر يو ديد اي دي كوركشن عمرها ما هتخش ما هتصلح معاك لانك انت مع اللينزنج هيحصل اوفر ستريتش هتخش معاك على طول. الريجنر بتاعك لسه ضعيف وات ايفر الاستابيليتي بتاعت الاستيشن بتاعتك ايه. يعني لو حاطط 20 بنج فوق 20 بنج تحت ومطول اجلس الديفورمنج فورس القويه دي هيحصل ديفورمتي معانا مع الريجنر ومش هتحمل او هيحصل لوجنج في المسامير يحصل انفكشن والقصه تبقى داخله في قصه مختلفه تماما يعني. فده لما جه كنت انا كونسيرن ان انا اصلح الديفورمتي الاول
without any lengthening procedure واشيل الديفورمينج فورس اللي موجوده. ده بس مجرد ان احنا نشوف ان في لسه الفيبولا موجوده. والاطفال دول لو سبناهم, ودي برضه ممكن نقطه نعملها كونسيرن ليتر اون, لان احنا عارفين دلوقتي ان مثلا لو عندنا حاجه كارتيليجنس في الاستاديس بتقول ان حقناها وات ايفر الماتيريال اللي بنحقنها ممكن تتحول من كارتيليج لبون والكلام ده. فالاطفال دول مع اللونج تيرم لما بيتشافوا ممكن احنا بنعمل عمليات سنتين ثلاثين ما بنشوفهاش, لكن لو خمس ست سنين بنلاقي في ديستال فيبولا موجوده. فهل نستفيد بالديستال فيبولا دي ونسيبها لان هي اجينست بتعمل لي ستابيليتي اجينست دايناميك اجينست دايناميك فالجس على مستوى الانكي ولا لا؟ دي حاجه محتاجه ما ده اللي حضرتك تعمله. عشان كده بقول لحضرتك ده بقى على اللونج تيرم هنشوفه ان شاء الله. بشيل الديستال شيء الديستال هاف بعد كده ده فانا قررت ان انا اعمل له اكيوت كوركشن على مستوى الاي بي واللاترال. وشوف في لسه ستيل بلوك اوف فيتا خفيف, بس انا عملت له فيتا. انا حاطط بليت وحاطط الازاره, وده كان سكولاش وقال اكيد ده يبقى في الحسبان. انا مش هبدا بليت وحاطط الازاره. انا كان كونسيرن في الاطفال دول كونجنتال بصفه عامه, انا الدراج سبلاي والهيلينج باور بتاعهم شويه ممكن يبقى في بعض الاطفال. شفت اطفال مجرب والاطفال حلوين قوي. فانا كنت ايمنج في الطفل لو هو عنده في السن بتاعه في سن 5-10 سنين ان هو احط له فود تيش ومع الجاره ومتوصله ويدوس على رجليه من اول يوم من غير ما يعمل لي اي تنشن او يعمل لي اي ستريس على البليت اللي موجوده. فكنت ايمنج ان انا همشيه من الميديت بوست سيرجري واحط الفيكسيتور ده فور 4-6 ويكس ماكسيمم, وبعد كده بشيله ليتر اون. وده اللي حصل فعلا, حطيت الفيكسيتور وخليته يدوس على رجليه من ثاني يوم ويبدا يتحرك ومش في حاجه, هو مش حاسس باي حاجه. بعد كده اشتكيت شلت الفيكسيتور وكان حصل كومبليت هيلينج للاستيوتم بتاعي بتاع الكوركشن. طبعا شلت الفايبرس اللاج اللي موجوده تماما على مستوى جوي. بعد كده بقى اسست بقى الليب ديستربنسي عشان اشوف هعمل ايه بعد كده. دخلت عملت له لسه من حوالي 3 اسابيع الجاروف وحطيت عادي 3 تي ميكس بتاعنا, عملت بلوك من الاستيوتومي. وهنلاحظ ان انا حاطط ميديا مانوال سكرو عشان خاطر اوقف بقى الجروث بتاع ميديا مانوال شويه في السن ده, عشان خاطر اكيد مع الانفلنج هيبدا يخش معايا فالجس كمان. فانا عايز الديستال تيبيا تحاول معايا انها تعكس لي الديفورمينج فورس دي, وده اعتقد تكليف موثوق ومعروف وفي السن ده اكسبتد جدا يعني. فالبتاع اللي عايزين ده طبعا بدا يعمل الانفلنج, هو لسه ما فيش هو عنده حوالي 15 لم 15 سم. فهنعمل فيرست سيشن والنكست سيشن هنصلح منها الريجر بتاع البلوكر فيتم وات ايفر ديفورمتي موجوده بالجس او بلوكر فيتم موجود. الرساله ان احنا متفقين اعتقد ان احنا الشوفت تيشو بروسيدور مهم, التايمنج بتاع بروسيدور اللاجن نبدا بالفوت نشيل بقى الفايبرز الله كلها, نشيل حته منها تلك كان كواليشن نعدلها او نخلي البرونياي ولا نطولها ولا نقصرها, نسيب بطل زي ما الدكتور امين بيعمل او ما نسيبهاش. دي كلها محتاجه انفستيجيشن ليتر اون عشان نقدر نوصل لبروتوكول واحد نقدر نتعالج بيه مرضانا. كمان حاجه ثانيه, مش كل اللي بناخده او نتعلمه من بره لازم نطبقه بحجافيره, لان انا مثلا تكنيك مش لازم هم لازم تشيل الفايبرز الله ويرجعوا يتكلموا بعد كده بعدها بفتره. برضه في بلوهيميليا او الكونجيتا تيم ديفيشن نفس الكلام, دي كلاب هاند اعمل انرجيشن بعد سنين انرجيشن رجع للسنترجيشن تاني. فمش كله دايما كتاب مقدس, احنا لينا تفكيرنا ناخد اللي احنا شايفينه صح ونسيب اللي احنا شايفينه مش ماشي او مش لوجيك معانا طبيا يعني. شكرا لك. اي سؤال من حضراتكم؟ بعد اذن اساتذتنا بعد المحاضرات الجميله دي كلها عايزين الجوريزم نمشي عليه. ده فاينل كونكلوجن يعني. هو زي ما قلنا اول خطوه هي اهم خطوه وهي دي لازم تتعمل ايرلي. تتعمل ايرلي اول خطوه يعني هنقول عند سن سنه او ممكن لغايه سن سنتين زي ما الدكتور خالد, اللي هي اول حاجه اللي هي تو انديوس بلانت جريت ان نوصل للفوت بلانت جريت. يعني احنا بنعمل سوفت تيشو ريليز سنتراليزيشن اوف ذا انكل سنتراليزيشن ده في ذا انكل انك انت تجيب الهيل تحت التيبيا. لو عندك تيلوكالكينيال كواليشن يبقى لازم تصلحه, لازم تفكه كوكتيليشن تجيب الهيل تحت التيبيا تعمل سنتراليزيشن اوف انكل مع سوفت تيشو ريليز واكسايز الانلاف ومعاها اوستيوتومي للتيبيا, لان في الغالب ممكن معظمهم بيبقى معاهم بروكور فيتم وممكن وفالجس, يبقى تعمل اوستيوتومي تو كوركت ده في ده تيبيا.
يبقى ده السيشن الاولاني كويس. بعد كده السكند سيشن والثيرد سيشن والفورث سيشن لغايه سكليتال ماتوريتي كلهم عباره عن ايه؟ لينسنينج اند كوركشن اوف ريكيرنس اوف ذا ديفورمتي. ما احنا خلي بالك احنا بنعمل كل ده ومش هيحصل ديفورمتي، لازم هيحصل لان احنا عندنا حاجات ثانيه، عندنا اصلا الفيمر ممكن تبقى شورت اصلا، عندنا فالجاس جاي من ني، عندنا ديفيشنت لاتر فيمرال كوندايل فبيبقى في فالجاس جاي من ني، وبيحصل ريكيرنس برده شويه في الانكل. فبتعمل كوركشن اوف ذا ريكيرنت ديفورمتي سواء كانت ايكوينس او فالجاس تيبيا كسكفاء ومع لينثن، يبقى ده عن سن البري سكول 5 سنين. بعد كده ثيرد وفورث سيشن سكيليتال ماتوريتي اوف لينثنينج اند كوركشن اوف ذا ديفورميتي تيبيا اند فيما، ممكن يبقوا بعد كده لغايه السكيليتال ماتوريتي. ممكن تعمل جروس اريست اوف ذا اذر سايد لو هو ايه هتحسبها وتحسبها بالمالتيبلاير وتشوف قد ايه ممكن محتاج جروس اريست اوف ذا اذر سايد ريجاردنج ان الطفل طوله كويس مش هتعمل مش هتخليه شورت يعني، وفي نفس الوقت ان انت ممكن هتوفر لك سيشن من اللينسنج او ممكن 2 سيشن من اللينسنج. تمام دكتور خالد لو حضرتك تحب تضيف حاجه. لا يعني انا يعني زي النقطه ديفورمتي كوركشن ده اللي هو عند الايج بتاع الوكينج، الليمب ايكولايزيشن بلينسنج عند 5 سنين، عند 9 سنين هيبقى لينسنج ومعاها جايدد جروث في الناحيه الثانيه، عند سن 14 سنه او 15 سنه حسب بقى السكيليتال ماتوريتي بتعمل فاينلايزيشن اللي هو الايكواليزيشن بتاع الستودنت. وانا مع ان احنا دايما يبقى في ميدالري فيكسيشن متساب طول السكه عشان زي ما يعني الدكتور امين قال اللي هو الكرنس اوف ديفورمتي از فيري هاي. فالحاجه الثانيه احمي الركبه دي يعني يا ريت لو دكتور احمد يورينا السلايد اللي قبل الاخرانيه واضحه قوي فيها، بصوا على الركبه فيها مش هتلاقوا تيبيا سباين اصلا مش موجود، وده نورمال في الحالات دي يعني. فدايما نبقى محذرين من الموضوع ده لان لو حصل التلافي له يعني او علاجه بيبقى مشكله يعني. فده يعني هو يا فندم كمان في لما بيكون معاه ديفيشن اي تي ال ولوك باي ار ستيبل يعملوا ليجابيتيك انستراكشر للني قبل كمان ما قبل وبعض ما ينفعش هو المعلومه المهمه برضو يا جماعه ان في الفيبولار هيميميليا هي مش هي زي ما دكتور خالد قال في الاول اتس الونج بون ديفيشنسي، ما هياش عباره عن حاجه ليميتد للفيبولا بس. المريض ده بتلاقي عنده ني انستابيليتي، تلاقي عنده ني فالجس، ممكن تبقى جايه من الفيمر، ممكن تبقى جايه من التيبيا، عنده اي سي ال انسفيشنسي، كمان بيبقى معاه كونجنتال شورت فيمر. وبالتالي لو انت داخل تعمل له لمب لينس ايكوالايزيشن حط في دماغك الفيمر لينسنج كمان مش تيبيا لينسنج بس. فهو محتاج مالتيبل سيشنز ولازم تبقى عامل له بلاننج كويس على كل المراحل بتاعته لغايه ما يوصل للادوليسنس. شكرا. في حد ليه اي اسئله ثانيه؟ بص كل الحالات اللي عارضينها واللي عارضينها تمام بيحصل فالجاس او شايفين مفيش تيبيا. طب ما نجيب من الاخر بعد اذنك بس يا دكتور بيي شايفين التيبيا التيبيا السباين مش شايفينه يعني عشان تبقوا دايما حذرين في التعامل مع دي. طب ما نجيب من الاخر كل الحالات اللي عارضينها واللي عاملينها بيحصل فالجاس وريكرنس ونحط واير ونحط انالوج ونحط مش عارف. طب ما نجيب من الاخر ونعمل انكل ارثوديسيس فيرست على طول تو افويد لا كوندروديسيس ما هي النيل محطوط لا الفالجس من الانك ايوه احنا بعد ما نعملها سنتراليزيشن هنجيب التالس اندر ذا تيبيا دكتور عبد الرحمن امين عايز تعمل فيوجن يعني في كوندروديسيس مش انكل ارثوديسيس ماشي ماشي اوبشن بس هو ده ايه يعني معظم الحالات بيحصل ريكيرنس اوف ذا تيبيا ديفورمي فالجس اند بروكورفيتر. وانس ان انت عملت سنتراليزيشن سوفت تيشو ريليس كويس قوي شلت الانلاج وعملت اكسجن وعملت سبورت وستابيليتي اوف ذا انكل وانت بتطول تبقى ماسك الانكل بيحصل من التيبي لكن طبعا اتس ان اوبشن ان انت تعمل كوندروديسيز الاخر بحط مع التيبيا دايما الفالجس من الديستال فيمر بحط ايت بليت مع الفالجس من الديستال فيمر مش من التيبيا معظمها الايت بليت في الشورت لمب اتس ا جود اوبشن طبعا بس انت بقى هتبقى حاطط في دماغك ان انت كده يعني في عرض 3 مللي فانت هتضيعهم على الواد. ف
فانت بتبقى يعني برضو ايه قلبك بيحرقك مشكلتين تبقى مشكله واحده بدل ما ديفورمتي وشورتنج تبقى شورتنج بس.